العليم بحال كل راكع وساجد، الموجود قبل الوجود وهو لكل موجود واجد، الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له شريك في الملك ولا والد. الحمد لله الذي خلق آدم عليه السلام بلا أم ولا أب، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وجعل سليمان عليه السلام يكلم الطير الذي يأكل الحب، ودافع عن مريم العذراء حينما طعنت في شرفها بالقذف والسب، وأهلك فرعون الذي ادعى وقال أنه الرب، وأحب الحبيب محمدا حبا ليس بعده حب. الله أكرمنا وأرسل أحمدا بالحق والتوحيد يدعو والهدى، نور أهل على الوجود ورحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ورق الأشجار وعدد مياه البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة النبي الأطهار الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. أيها الجمع الكريم، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته. نضر الله وجوهكم وأحسن الله عزاءكم، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. تحية طيبة مباركة في بداية هذا الجزء المتبقى من هذه الليلة ومن هذه الرحاب الطيبة وهذا المقام القرآني داخل أولى وقبى قصور الضيافة المتنقلة وقصر الضيافة المنظم والمرتب الذي زين وجمل بالألؤة السرادقات والمعرض الفني للإضاءة الحديثة الزاوية، حاج نصر إبراهيم وأولاده مقيمين بالمربعين بمحافظة قصر الشيخ، وعبر أحدث الهندسة الصوتية المعرض الفني والهندسة الصوتية ومحطات الديزل عبر الهندسة الصوتية والشركة الهندسية للصوتيات مهندس حمادة الشبوكشي والمقيم بالبشبيش مركز المحلة. أيها الجمع الكريم، في ليلة التكريم للأم الراحلة حرم الحاج فوزي عبد المقصود حسين باسم أبنائها الأكرمين حق طاهر فوزي عبد المقصود، أستاذ محمد فوزي عبد المقصود، أستاذ عبد الله فوزي عبد المقصود، أستاذ عبد القادر فوزي عبد المقصود، أستاذ رضا فوزي عبد المقصود، أستاذ حسين فوزي عبد المقصود، كما تقدم باسم الحاج عادل فايز عبد المقصود، حاج أحمد فايز عبد المقصود، حاج رجب جمال عبد المقصود، حاج أمير جمال عبد المقصود، باسمهم جميعا تقدموا بخالص الشكر والتقدير إلى حضراتكم وإلى كل من جاء مشاركا واجب العزاء. أيها الجمع الكريم، ما أجمل أن نعيش مع كتاب الله، فهو النور المبين وهو الصراط المستقيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هيا بنا نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة عطرة اتلوها علينا ذلكم العلم القرآني والقطب الإذاعي الكبير، علم الإذاعة المصرية وقمر الأمسيات الدينية، كروان الفجر والجمعة بالإذاعات الخارجية
الذي امتعنا في قرآن فجر اليوم عبر اثير موجات اذاعة القرآن الكريم من مسجد الهيئة الوطنية للاعلام قارئ مسجد سيدي ابراهيم الدسوقي بدسوق بمحافظة طفر الشيخ فضيلة القارئ الشيخ احمد عوض ابو فيوب سائلين الله تعالى ان يوفقه وان يمده بمدد من عنده. بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما اصبر على ما يقولون
اصبر 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 على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه
دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم يا داود.
Thank you.
كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك نعم
ردوها علي. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فسخرنا له الريح
رخاء حيث أصاب والشياطين كل من
صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه.